بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 128. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة السالفة ذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى الرواية الأولى في عن عدد من الصحابة والفقهاء أن ما ذبحه النصارى لغير وسموا عليه غير الله في عيدهم أو غير عيدهم أن الأشهر أنه حرام. قال هنا والثانية لا يحرم وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال الشيخ رحمه الله يذكر أقوال العلماء فيما ذبحه أهل الكتاب على غير الصفة الشرعية، كان ذبحوه للمسيح أو للزهرة أو لكنائسهم وأعيادهم تقربون بذلك إلى غير الله. فسبق أن الجمهور وثلاثة من الفقهاء يرون تحريمه عملا بقوله تعالى وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به في سورة البقرة وسورة المائدة. والقول الثاني وهو لطائفة من أهل العلم ذكرهم الشيخ أنهم يرون إباحة ذلك عملا بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالله أحل لنا طعام أهل الكتاب، والمراد به الذبائح، لأن غير الذبائح يباح من أهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثمار والفواكه، إنما هذا فيما يحتاج إلى زكاة. فعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعطي أن كل ما ذبحوه وأكلوه فإن المسلمين يأكلونه. نعم، يكون هذا على القول الثاني. نعم. نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، قال أرى أن لا يؤكل. قيل له أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم يذكر؟ قال أرى أن لا يؤكل. نعم. قال أحمد المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في ترك التسمية. سبق هذا أن التسمية على الذبيحة هل هي شرط في حلها أو هي مستحبة؟ الجمهور على أنها مستحبة، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن المسلم عليه اسم الله عز وجل، فإذا تركها ناسيا فإنه تحل ذبيحته، وإن تركها متعمدا فعلى الخلاف هل التسمية شرط أو ليست بشرط. نعم. لكن من الذي حرمها؟ من سئل سفيان عن رجل سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة لم يسمي، يحتمل نعم. أنه سفيان الثوري، ولكن المشهور أنه سفيان الثوري، لأنه هو الذي يذكر مع الفقهاء، أما سفيان بن عيينة في الغالب فإنه يذكر مع المحدثين. نعم. قال سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، قال أرى أن لا يؤكل. نعم، أخلا من قوله تعالى وما أهل به لغير الله. نعم.
قيل أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم يذكر؟ قال أرى أن لا يؤكل. نعم أخذا بالآية. وما مما لم يذكر اسم الله عليه. أي نعم. قال أحمد: المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في ترك التسمية. نعم هذا على الرواية الثانية عن أحمد. أليس يذكرون غير اسم الله؟ قال الشيخ رحمه الله: وجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي عموم قوله: وما أهل به لغير الله. هذا الذي ذكرناه من بداية الحلقة، هذا الأصل هو الذي جعل الفقهاء يختلفون في هذه المسألة، فمن رجح عموم وما أهل به لغير الله على التحريم أخذ بذلك، ومن رجح وطعام الذين أوتوا الكتاب على الإباحة رجح الحل، وهذه محل اجتهاد. فمن ترجح لديه قولا من هذين القولين فإنه لا يسعه أن يأخذ بالقول المرجوح. نعم. قال: لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله. إيه نعم، عند أهل الكتاب وغيرهم. نعم. ويقال: أهللت بكذا إذا تكلمت به، وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه، وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك. الإهلال أصله رفع الصوت بالشيء، ومنه استهل الصبي، استهل المولود إذا بكى، إذا رفع صوته بالبكاء، ولكن المراد به هنا النطق، سواء رفع صوته به أو لم يرفع أو لا. فإذا ذكر اسم الله ولو لم يرفع صوته، أو ذكر اسم غير الله ولو لم يرفع صوته، الحكم سواء. نعم. قال: فيكون المعنى أهل به لغير الله، أي ما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. نعم. ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى، فكذلك منويا، إذ هذا مثل النيات في العبادات، فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد. هذا كما سبق أنه لا فرق بين التلفظ أو القصد في القلب، أن الحكم سواء. فإذا ذبحها لغير الله ونطق بذلك فهذا لا إشكال فيه أنه لغير الله. نعم. لأنه صرح بذلك. أما إذا لم يصرح، ذبحها وسكت وهو في قلبه يرى ينوي أنها لغير الله، فالحكم واحد في هذا. نعم. لأن المدار على النية، المدار على النية، سواء نطق أو لم ينطق. نعم. قال: لكن الأصل القصد، ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت، فإن العبرة بالنية. نعم. الذي يقرب الهدايا يعني الهدي الذي يهدى إلى البيت الحرام ولو لم يتلفظ ويقول هذا هدي، والأضاحي إذا أعدها للذبح في الأضحية ولو لم يقل هذه أضحية، العبرة بالقصد. نعم. وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله، فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم، وأما القربان فيذبح لله سبحانه وتعالى. نعم. ما ذبح من الأضاحي والهدي فهذا معروف أنه لله عز وجل ولو لم يسمي، وإنما هذا فيما يذبح للحم لا على وجه التقرب. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه: اللهم منك ولك، بعد قوله بسم الله والله أكبر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح، ولذلك قال الفقهاء إنه لا يتلفظ بالنية إلا في مثل هذا الموضع عند ذبح النسك، فإنه يصرح ويقول هذا منك ولك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اتباعا لقوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي لله رب العالمين، الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قوله اللهم هذا منك ولك مطابقا للآية لله رب العالمين. نعم. والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به. نعم. ما ذبحه الكفار لمعبوداتهم سواء
صرحوا باسم المعبود من دون الله أو نووه في قلوبهم كله يحرم، كله يحرم، لأنه داخل في قوله تعالى وما أهل به لغير الله. نعم. فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله باسم كذا استعانة به، وقوله لكذا عبادة له، ولهذا جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. من قال نعم فقوله باسم كذا استعانة به، قالك باسم الله استعانة بالله، وقول المشرك باسم المسيح أو باسم الوثن استعانة بالوثن. أما إذا قال لكذا لله هذه الذبيحة لله، أو هذه الذبيحة للمسيح أو الزهرة، هذا التعبد، فهذا من باب التعبد، من باب التقرب إليه، تقرب. نعم. وهذا كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين هذا يطابق باسم الله، لأن باسم الله معناها الاستعانة. إياك نعبد هذا يقارب التقرب إلى الله أو إلى غيره. نعم. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، إلى قوله تعالى وما ذبح على النصب، والنصب هي الحجارة التي يذبحون عليها تقربا إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله، كل ما ينصب من الحجارة ليعبد من دون الله. نعم. فإنه يدخل في هذا الباب. نعم. وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم، هل تشترط في ذبيحة الكتابي على روايتين؟ نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا يدل على أن التسمية شرط في حل الذبيحة، وأنها إذا لم يسمى عليها لا تحل، سواء تعمد ذلك أو لم يتعمده. هذا ما تفيده الآية بمفهومها، ولكن إذا تركها نسيانا فكما سبق أن المسلم هو في نيته التسمية، لكنه نسيها. وأما الكتابي قال هل تشترط في ذبيحته على روايتين، هل تشترط التسمية في ذبيحته على ذبيحته على روايتين عن الإمام أحمد، أنها لا تشترط أو أنها تشترط. نعم. قال وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط، احتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. نعم. فلما تعارض العموم الحاضر، وهو قوله الله تعالى وما أهل به لغير الله، والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اختلف العلماء في ذلك. نعم. هذا كما سبق وتكرر أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو عموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله، مع عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فقوله وما أهل بغير الله هذا حاضر، يعني محرم. نعم. الحظر معناه المنع، المنع والتحريم. نعم. والمبيح قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، فتعارض إذن حاضر ومبيح. والقاعدة عند بعض الأصوليين أنه إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر. نعم. والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر. نعم. على أنه يقدم الحاضر، وهذا الأشبه. قال هذا الأشبه بالكتاب والسنة. نعم. أشبه بالكتاب والسنة، ودل عليه أكثر كلام أحمد. الأشبه أنه تحريم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لغير الله عز وجل، لأن هذا هو أشبه بالكتاب بما دل عليه الكتاب والسنة.
أي تقديم المنوع العموم الحظر، تقديم الحظر على الإباحة. نعم. وإن كان من متأخر أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال. نعم. وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب. نعم. قال وإن كان من متأخر أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال، رواية الإباحة. نعم. وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة. نعم. بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو نعم. دك الكتابي في غير المحل المشروع لم تباح ذكاته. نعم، هذا مما يقوي التحريم، أن عموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله يعني يحرم، وقوله وما ذبح على النصب لم تخص منه صورة، عموم الآيتان. نعم. لم يخصص منه شيء، فليس هناك شيء مباح مما ذبح على النصب. نعم. وليس هناك شيء مباح مما أهل به لغير الله. فهما باقيان على عمومهما. أما قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدخله التخصيص، والعموم إذا دخله التخصيص يضعف عن الذي لم يدخله التخصيص. نعم، خصص بأي شيء؟ قال فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذكر كتابي في غير، فهذا يخصص بالذكاة المبيحة كالمسلم، فلو أن المسلم ذبح على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته، فكذلك الكتابي لو ذبح على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته، وهذا ما نقوله في الذبائح المستوردة. نعم. من مصانع الشركات التي تذبح الكميات الهائلة بالصعق الكهربائي أو بالماء الحار أو ما أشبه ذلك مما لا يعد ذكاة شرعية، فإنه حرام، ويكون مخصوصا من قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأنه إنما يقصد بطعامهم ما ذبحوه على الطريقة الشرعية، أما ما ذبحوه خارجا عن الطريقة الشرعية إنه لا يحل لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم، صلى الله عليكم. قال فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذك الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم. نعم. والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي، لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء. نعم، فالمسلم لو ذبح لغير الله لم تحل ذبيحته، فكيف بالنصراني؟ نعم. الذي يذبح باسم المسيح هو أولى بالمنع، وإن كان المسلم يرتد إذا ذبح لغير الله عز وجل. نعم. وهم إن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله، فليس كل ما استحلوه حل. نعم، وإن كانوا بعض العلماء يقول لأنهم يستحلون هذا وهو طعام لهم، والله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهو طعام لهم يستحلونه، نقول كونهم يستحلونه لا يقتضي أنه حلال لنا، لأنهم استحلوا الخنزير. نعم. لأنهم استحلوا الخنزير، والمشركون كانوا يستحلون الميتة، فهل الناس إذا استحلوا شيئا يقال إن هذا حلال لأنه طعام لهم ومعتاد لهم؟ هذا لم يقله أحد. نعم، صلى الله عليكم. قال ولأنه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح، فالحاضر أولى. هذه القاعدة، أنه إذا تعارض حاضر يعني محرم ومبيح في الأدلة فإنه يقدم الحاضر لأنه أحوط. نعم. ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فهو من الشرك الذي أحدثوه. هذا مما خالف فيه أهل الكتاب دينهم، فإن دينهم لا يبيح لهم أن يذبحوا لغير الله عز وجل، لأن هذا الشرك، والشرك لم تأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا مما أحدثوه في دينهم،
فلا يحل لهم هذه الذبيحة، وبالتالي لا تحل للمسلمين. نعم. قال: فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا، والله أعلم. نعم، هو الزكاة الشرعية، المعنى الذي من أجله أحلت ذبائح أهل الكتاب منتف فيما ذبح غير الله، وهو الزكاة الشرعية، منتف في هذه الذبائح التي ذبحت لغير الله، فهي ذبائح غير شرعية. نعم. فإن قيل: أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوها فما وجه تحريمه؟ قيل: قد تقدمت الإشارة إلى ذلك. نعم، أنه لا فرق بين ما صرحوا بالمذبوح له وما نووه في قلوبهم، لا فرق في ذلك، لأن هذا، لأن المدار على النية. نعم، المدار على النية، والتلفظ إنما هو مؤكد لذلك. نعم. قال: وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا. نعم، وهذا مما ذبح مثل، وهذا مثل ما ذبح على النصب، لأن ما ذبح على النصب شرك، كذلك ما ذبحه النصارى للمسيح هو شرك أيضا. نعم. ولا فرق بين شرك وشرك. نعم، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها. نعم. ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب خصص ذلك بأهل الكتاب اليهود والنصارى، دل على أن طعام المشركين حرام، دل على أن طعام المشركين غير أهل الكتاب حرام، المثنيين حرام. فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة، لأن هناك من المغالطين من يقول: إذا ذكيت على الطريقة الشرعية ولو كان ذابحها وثنيا فإنها تحل، وقد يلبسون على الناس ويقولون: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولو ذكرها وثني. نقول: هذا باطل، لأن العبرة بالعقيدة، ليست العبرة بالتلفظ فقط، العبرة بالعقيدة، عقيدة المذكي. نعم. فالوثني، الوثني عقيدته الوثنية، ولا يؤمن برسول ولا يؤمن بكتاب، فهو يختلف عن الكتاب الذي يؤمن بالكتب جملة. نعم. وبالرسل جملة، ويؤمن بالملائكة، ويؤمن، يختلف هذا عن هذا، فالوثني لا تحل ذبيحته. ومما يدل على هذا قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، خصص أهل الكتاب. نعم. دل على أن غير أهل الكتاب من الكفار لا تحل ذبائحهم. نعم. صلى الله عليكم. قال: وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله، فكذلك كل ما ذبح على النصب. نعم. كما أنه يحرم ما ذبح على النصب، فكذلك يحرم ما ذبح على اسم المسيح أو غيره تقربا إليه، وكذلك ما ذبح للقبور، هذه مسألة مهمة. نعم. ما ذبح للقبور، قبور الأولياء والصالحين الذين يعتقدون فيهم ويذبحون لهم رجاء بركتهم ونفعهم أو دفع الضرر عنهم، فهذا مثل ما هذا وثن، هذا من ما يذبحه الوثنيون، حتى ما هم ولا مثل ذبائح أهل الكتاب، هذا مما ذبحه الوثنيون، فهو أشد تحريما. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب. فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب. نعم، النصب ما عبد من غير الله، ما نصب وعبد من دون الله، من دون الله عز وجل. فالمشركون يذبحون على الأحجار التي ينصبونها ويعبدونها، النصارى كذلك يذبحونها على الصور التي يعلقونها في الكنائس، في الكنائس ويذبحون لها صور الأحبار والرهبان أو المسيح. نعم. ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، المدار على النية، حتى ولو لم يذبح عند الوثن، المدار على النية والإهلال بذلك. نعم. فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه. أي نعم، حرم لأنه قصد
تعظيم الوثن وعبادته من دون الله والتقرب إليه، سواء كان عنده أو في ساحته أو كان بعيدا عنه. فلو أنه ذبح لغير الله، ذبح للبدوي أو للحسين وهو في أرض بعيدة، فإنها تحرم ذبيحته، لأن هذا مما أهل به لغير الله، فهو كمن ذبح عند القبر أو عند الضريح، سواء. العبرة بالمقاصد والعبرة بالنطق أيضا. نعم. وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام، وقيل هي غير الأصنام. الأنصاب قيل هي الأصنام التي تنصب وتعبد، وقيل إنها حجارة يعتقدون أن الذبح عليها أن له مزية. نعم. قالوا كان حول البيت 360 حجرا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها. نعم، كانوا يحملون الحجارة معهم في حتى في أسفارهم، يعبدونها من دون الله عز وجل ويتبركون بها. وإذا لم يجد حجرا فإنه يجمع كومة من التراب ويحلب عليها شاة ثم يعبدها من دون الله. وهذا سريان لما نصب حول الكعبة المشرفة من أحجار يعبدونها من دون الله، 360 حجرا يعبدونها من دون الله حول الكعبة. فهذه عقيدة أهل الجاهلية الوثنية. نعم. ويدل على ذلك قول أبي ذر رضي الله عنه في حديث إسلامه: حتى صرت كالنصب الأحمر، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. نعم، لأن أبا ذر رضي الله عنه أسلم خفية، والمشركون على أشدهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون من آمن به، فجاء مختفيا ودخل في تحت أستار الكعبة وبقي مدة ويتغذى من ماء زمزم، وكانوا يذبحون على هذه الأحجار فتصيب أبا ذر وثيابه حتى كأنه من النصب صار يذبح عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.